السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي ماهر من مدونة عربوي. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنتعرف على ما هو الحد الأقصى من عدد قنوات اليوتيوب التي يمكنها تفعلها برقم هاتف واحد. كتير من أصحاب قنوات اليوتيوب بيتسألوا عن ما هو عدد القنوات التي يمكنهم تفعيلها برقم هاتف واحد، وعشان نعرف الإجابة الخاصة بالسؤال ده انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بالفعل يمكننا تفعيل أكثر من قناة على اليوتيوب برقم هاتف واحد، ولكن بحد أقصى قناتين في سنة واحدة، ولكن بعد انتهاء السنة بإمكاننا أن احنا نفعل قناتين تانيين بنفس الرقم بدون أي مشاكل. ولو احنا عندنا أكثر من قناة فهنضطر بالطريقة دي أن احنا يكون معنا أكثر من رقم هاتف نقدر نفعل عليه القنوات التانية. بالطبع يا شباب الموضوع ده مهم جدا، تفعيل القنوات عشان أول حاجة إن احنا نثبت الملكية، تاني حاجة عشان نقدر نرفع فيديوهات أكتر من 15 دقيقة. انتهى الفيديو بتاع النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو دي أول مرة تشوفونا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.